مساء الخير، انا صابر الهلالي. انا اسف جدا اتاخرت عليكم. اهلا وسهلا يا عم صابر، بس كان ايه لازمتها الدخله اللي انت دخلتها دي؟ يعني ده طار قديم وكنت لازم اخلصه. بس ايه كميه الفوم اللي انت كسرتها دي؟ انا عندي قدره، اي حاجه بلمسها بتتحول لفوم. يا راجل ما تقولش كده، حتى شوف. الو، انا اسف جدا، ما بحبش حد يتكلم في التليفون وانا واقف. اقفل السكه من فضلك. وهتبقى علينا ايه بقى يا عم صابر؟ انا جاي ابيع لكم قبضه ابويا، انا جاي ابيع لكم قبضه الهلالي. وهي معاك دلوقتي؟ ثواني، معايا في الشنطه. ما شاء الله، بيمثل زي باباه بالظبط. قصدك بيسمع الكلام زي باباه بالظبط. دي قبضه ابويا، دي قبضه الهلالي. وهتديها لنا بكام بقى القبضه دي يا عم صابر؟ انا طالب فيها 2 مليون دولار، 2 مليون دولار امريكي. بس معقول؟ ده مبلغ بسيط جدا، اي حد ممكن يدفعه. انا ممكن اخدها وادفع ال 2 مليون دولار. انا اسف جدا يا مدام، انا وعدتهم ووعد الحر دين عليه. انت مش متخيله انا ممكن يجرالي ايه دلوقتي لو ما اشتريتهاش. انا ممكن يغمى عليا دلوقتي حالا. طب خلاص، ممكن تديها لها، احنا مسامحين فيها صح؟ ميرسي. ويا ترى هتقدر تدفع ال 2 مليون دولار؟ طبعا هدفع ال 2 مليون دولار. طبعا طبعا طبعا. ايه يا ميمي؟ انت ميمي 90، المجد والشهره والاستوديو اللي انا دافعه والفنانين اللي هتقابليهم بكره. ايه يا ميمي، دول شويه نصابين. انا ما اسمحلكش تتكلم عن الهلالي بالمنظر الفظيع ده. بقولك شويه نصابين. نصابين ايه؟ احترز نفسك لما اقولك بخت بخت بخت. ميمي 90 والشهره والمجد بخت.